بنرحب بحضرتك قناة النادي الأهلي، وبنشكر حضرتك طبعا على استقبال بعثة النادي الأهلي في مونانا، وصراحة الأجواء كانت طيبة جدا، وسمعنا إن النهاردة كان في تسهيلات لبعثة النادي الأهلي إن هم يدلوا بأصواتهم في الانتخابات. ايوه بالظبط يا فندم. لا اهلا بيك والف مبروك للنادي الاهلي الفوز المستحق، ويعني وطبعا يعني النادي الاهلي بجميع افراده شرفونا وهنسونا وكانوا حاجه يعني نموذج للاحترام وللقدوه الجميله. طبعا بما ان وجود النادي الاهلي كان تواكب مع الانتخابات الخارج، احنا طبعا دعيناهم انهم يدلوا باصواتهم، اللي طبعا يعني شايف ان ده مناسب له، يعني لان هو ممكن انه يدي خارج او يدي في داخل الوقت ما على حسب ما بيترى له. طب سيادة السفير، انا عايز اسال حضرتك انطباعك عن اعداد الناخبين، يعني في كل العالم الصراحه صوره مشرفه، صوره جميله، الاعداد الوافدين على الادلاء باصواتهم صراحه حاجه جميله. ده حقيقي، ده حقيقي. لا ده حقيقي، في احساس، في وعي ان كل اللي بيدلي بصوته هو بيمارس حقه، حقه ان هو يمارس حقوقه السياسيه ويدلي بصوته، لان هو بهذه الطريقه هو بيشارك في مستقبل بلده. نعم. فده ملوش دعوه بقى هو فين، هو في بلده او هو خارج بلده، طالما في سفاره او قنصليه لبلده المكان اللي هو فيه يروح ويشارك برايه. والرساله الاساسيه هي ان مش شرط ان يكون البلد فيها اعداد كبيره من المصريين عشان تدلي بصوتك. انت لو لوحدك ومفيش غيرك في بلد معين وعندك سفاره، ممكن تروح وتوصل صوتك وتنتخب وتمارس حقك في الانتخاب. طب سياده السفير، كان العدد في الجابون كيف كان؟ والله هو طبعا عدد المصريين مش كبير، يعني عدد المصريين مش كبير، عدد المصريين يعني حوالي 100 150، فده عدد صغير. ولكن دي مش النقطه، زي ما قلت لحضرتك النقطه ان الناس ديت عندها، اولا احنا كلمناهم بالتليفون وقلنا لهم يعني شجعناهم على وكله ابدى حماسه. طبعا في ناس طبعا بعاد مش في العاصمه عشان يجوا، ووسائل الانتقال صعبه، فيعني مش كله قدر ان هو يجي، ولكن في ناس جت بالفعل وعدد لا باس به. يعني انا كنت بصراحه اكثر من توقعات الواحد، يعني كانت الناس موجوده وبتشارك، ولما كنا بنكلم حد أنا بنتكلم شخصيا لان العدد قليل فممكن احنا نتصل بيهم مباشره، وكانوا يعني كلهم حماس انهم يجوا وجم بالفعل. واستكمالا للكلام اللي كنت بقوله، كابتن حسام البدري جه وادلى بصوته في الانتخابات الرئاسيه في السفاره. فيعني في احساس زي ما بقول لحضرتك، في وعي بان ده واجب وطني وحق لكل مواطن. بكل التأكيد سيادة السفير، كيف كان انطباع الجالية في تواصل ما بين سيادتك وما بين أعضاء السفارة وما بينهم بعد فوز النادي الأهلي ذهابا وإيابا على مونانا الجابون؟ رد الفعل يعني بص، على المستوى المحلي سواء على مستوى المصريين أو على مستوى حتى الجابونيين، نعم، وطبعا كان متوقع، يعني كان متوقع بداية من مباراة الذهاب والنتيجة القوية يعني اللي اتحققت، ومباراة الإياب، سواء ده حقيقي سواء بالنسبة للمصريين الموجودين في الجابون أو بالنسبة حتى للجابونيين، هم ما كانوش متوقعين، يعني ما كانش عندهم آمال أو طموحات كبيرة قوي إنهم يفوزوا، يعني هم كانوا عايزين إنهم يلعبوا يعني لعب جيد ويعني يبقوا نموذج كويس يعني للكوره. هو ما كانش يعني املهم ما كانتش كبيره قوي في الفوز، وكانوا مركزين قوي على ان هم يتعلموا من النادي الاهلي، وده نادي كبير قوي، وكانوا فخورين بان هو مشرفهم في الجابون، وكانوا يعني الفكره كانت تبادل الخبرات والاستفاده، وان يعني الاهلي كيف وهم راحوا يعني من الناحيه دي. واحنا شفناها حتى في بعض المسؤولين اللي كانوا موجودين في الاستاد، كانوا بيلعبوا في نادي السجاره
جابوني زمان. نعم نادي سوجارة. وما زالوا متذكرين اسامي الابطال النجوم النادي الاهلي زمان، يعني يكلموا على الكابتن خطيب بيقولوا بيبو. نعم. يعني فاكرين جدا الاسامي، او فاكرين كابتن طاهر ابو زيد، وفاكرين فيعني النادي الاهلي بالنسبه لهم يعني حاجه قيمه كبيره، ودي حاجه يعني احنا اللي نفسناها. سيادة السفير أحمد بكر سفير مصر في الجابون، بشكر حضرتك شكرا جزيلا مرة أخرى على حسن الاستقبال. الصراحة يعني رجال الخارجية المصرية ككل والسفارات الصراحة بيعملوا شغل ومجهود كبير جدا، سواء لخدمة المصريين في الخارج، وأيضا حينما يكون النادي الأهلي وأي من الفرق المصرية ضيفا على أي بلد. بنشكر